ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي حلقة من حلقات روتين الشعر كيرلي، بس احنا هنعمل في الفيديو ده خطوة واحدة من الروتين، وهي خطوة الستايلينج، او ايه الخطوات اللي بنمشي عليها علشان نعمل ستايلينج لشعرنا ويبقى شكله كيرلي حلو محدد او شكله كده مهندم. كملوا الحلقة وشوفوا انا بعمل ايه. انا بس انت عاطف، ده مش ترند. اول حاجة حابة بس امسي على صف الحبوب ده اللي طلع لي بعد الحلقه اللي فاتت بتاعه الشوكولاتات. انا بمسي التماسي، اجدع تماسي، احسن تقولوا ان انا ناسي. واضح ان وشي زعل من الحلقه اللي فاتت، ف شكرا جدا للحبوب اللي طلعت لي الجديده اصدقائي الجداد. من غير رغي كتير، يلا بينا نشوف انا بعمل ستايلنج لشعري ازاي. شكك فاهم يا نصه. دلوقتي اول حاجة هنعملها هسرح شعري بزهير ادكت اللي هي الديفينيشن بروش. فرقة شعري كده من النص عشان انا بكسل اقسمه اصلا. بسليكوا كده بايدي اي ايه طلع بوكيت. اول حاجه هبتدي بيها هحط ليف ان من بلس، ف هاخد منه كده بامبتين واعمل ايدي بيها. القرع لما استوى قال لي الخيار يا لوبيا. هو في ناس بتقسم شعرها اكتر من يعني اكتر من النص، بتقسمه مثلا لستة او اربع حاجات، بس انا بكسل فبقسمه اتنين، بكتفي بالقدر ده وبعدين هاخد تاني. صراحة تقابل جاموسة عيني ملقتهاش، جاموسة ليلي لقطها بقرة يا عيني ليه. بعد ما بحط الليف ان من بلس بستخدم كريم ستايلينج من موشن، بفتحها برضو الكمية دي بعد كده هاخد منه تاني عشان احط على الجنب التاني. طلعت يا بحلى نوره شمس الشموس، يلا بنا نملا ونحلل لبن الجنب. بعد كده هقلب شعري كده عشان قصتي على الجنب الشمال، فهفرقه بقى الفرقة اللي انا ايه بعملها. بعدين بحط اخر شوية على القصة، حبة صغيرين خالص بقى. بص صغيرين قد ايه، بعمل بس القصة بعدين بعمل الجنب ده. عيني على الجمايس لما تتقابل يا عيني، يا عيني على الجمايس لما تتقابل يا عيني. بعدين هعمله تاني بالديفينيشن برش من ذا هير ادكت. هسليكوا كله كده تاني عشان هي دي اللي بتدي اصلا بقى شكل الستايلينج بتاعه كده كله. بعدين همسك حتة حتة بقى يعني الجنب بتاع القصة، نعملها كده كده، شكلها اصلا بقى مختلف عن التانيين. بعدين اقوم عاملالها سكرانشينج بعدين الجنب ده برضو بقسمه اتنين. واحد اتنين تلاتة اربعة ايه؟ ولا واحد ولا مية ولا الف ستمية مليون مية ولا مليون. حبيب القلب من هو الجوع واللي ساكن مليون مية قلب من هو الجوع ولا مليون.
بعدين بعمل له سكرانشينج خصوصا الحتة اللي فوق دي. سبتمبر جانا وفرحنا بو بعد غيابه، اهلا سبتمبر. بركز قوي انا مع القصة، بحاول ابقى بس متأكدة ان هي متحددة زي ما انتم شايفين. بعدين دلوقتي اخر خطوة هحط ايكو جل. تمام، ف باخد منه حتة قد كده بالظبط، بعملها على شعري، بعملها على ايدي قصدي، وبقوم انا بمسي التماسي اجدع تماسي احسن تقول ان انا ناسي. القرع لما استوى قال لي الخيار يا لوبيا. وبكده تكون مرحلة الستايلينج خلصت. التي شيرت علشان كل البرودكتس بقوم عاملاها كده على شعري بالتي شيرت علشان لو في اي مية متبقية في شعري والبرودكت تمسك كويس تبقى عاملة هولد مع الشعرية. الحتة دي مش عجباني، ممكن اعملها فينجر كويلينج كده. تمام، ونجيب الفرشة تاني. بعدين هسيبه بقى براحته ينشف، مش هستخدم لا ديفيوزر ولا هستخدم اي حاجة، هسيبه براحته ينشف وهجيلكوا تاني بعد ما ينشف. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. انا جيت لكم تاني، سبت شعري ينشف 15 ساعة زي ما انتم شايفين. الاضاءة لازم تلسع، هو متحدد بشكل كبير، فاحنا طبعا بنسيبه ينشف وما بنلمسهوش نهائي علشان ينشف على الشكل ده. وبعدين لو اي شعرية مثلا زي الشعرية دي ماسكة في بعضها كده، او اي شعرية تخينة شوية، فاحنا بنجيب grab seed oil اللي هو زيت بذور العنب من نيفرتاري، او ممكن نجيب زيت جوجوبا او اي زيت انتوا بترتاحوا عليه، وبنحط منه بس وحدية كده، بنحط بس على صوابعنا. هلا دينا كلنا كلها، بس احنا بنركز على الصوابع لان دي اللي هنمسك بيها شعرنا دلوقتي. وبعدين شعرية مثلا زي الشعرية التخينة دي، فبنقوم نفكنها من بعضها بالراحة، بس مش ايدك تكون ناشفة، لازم تكوني حاطة زيت على ايديكي ونتعامل معاها بالراحة جدا علشان ما يحصلهاش فريز بتهيش. شوف برضو لو في اي شعرية هنا، مثلا الشعرية دي تخينة شوية، فاحنا ممكن نقسمها شعريتين وهكذا. دي مثلا برضو تخينة، فنقسمها شعرتين، بس زي ما قلت لكم لازم يكون في ايدينا زيت ايا كان بقى الزيت اللي احنا بنحبه. انا حاليا بستخدم زيت بذور العنب، ممكن تستخدموا زيت جوجوبا، ممكن تستخدموا اي زيت انتوا بتحبوه، مهم ان هو يبقى فيه زيت على ايديك عشان ايديكم ما تلمسش شعركم وهي ناشفه تهيشوا. وبقيه الزيت ده نحطه هنا على الحتت اللي ممكن تكون هايشه شويه. زي ما قلت لكم انا بهتم بالقصة شوية عشان دي الحاجة اللي بتبقى باينة، فاكتر حتة بحبها تكون ديفايند كده ومتحددة. خطوة الليف ان، استخدمت ليف ان من بلس، واللي ما عندوش ليف ان من بلس يقدر يستخدم
بريزمي بوتانيكس قلت لكم ان الكونديشنر بتاعهم اللي هو البلسم نقدر نستخدمه از ليف ان، هو بيبقى حلو جدا. الستايلينج اللي انتوا كلكم سالتوني عليه وبتتلخبطوا في خطواته، فانا حاولت اعمل لكم الخطوات على قد ما اقدر بالشرح وبالعمل بتاعها. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب اكون قدرت اوصل لكم ازاي بنعمل ستايلينج لشعرنا والخطوات. اهم حاجه يا جماعه نمشي على الخطوات، اللي بيفرق اصلا شعر عن شعر هو ان احنا بنمشي على الخطوات المعينه. تاني حاجه اهم حاجه ان انتوا تكونوا صبورين، مش يبقى انت لسه مبطله حراره اول امبارح وعايز شعرك يظبط الكيرلي بتاعه النهارده. قلت لكم يا جماعه قبل كده ان هو مش اقل من 6 شهور او سنه علشان شعرك يبدا يتظبط، وانا واحده من الناس بقالي سنه ونص، فما ينفعش واحدة مبطلة حرارة بقالها سنة ونص تبقى زي واحدة مبطلة حرارة اول امبارح، فده مستحيل يحصل، فلازم نصبر على شعرنا. اخر حاجة تقدروا تعملوا لي فولو على انستجرام وتعملوا لي لايك للفيديو وتعملوا لي سبسكرايب للقناة، واشوفكم الحلقة الجاية. باي.